السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى. موضوع فيديو النهاردة حمام لاحم فرنسي بيور استيراد. العنوان ملفت، كل حضراتكم هتهتمم بالفيديو، والراجل ده عنده حمام لاحم فرنسي بيور استيراد زي ما بيقول. الموضوع مش كده، الموضوع إن أنت بتلاقي منشورات على الفيسبوك، منشورات مستفزة كتير. يعني واحد مثلا عايز يشتري حمام كويس، فبروح منزل منشور يقول لك ايه، انا عايز اشتري حمام لاحم فرنسي بيور استيراد. يدخل واحد يرد عليه يقول له موجود عندي يا باشا حمام لاحم فرنسي بيور استيراد. ندخل نرد على الراجل ده اللي بيقول عنده حمام لاحم فرنسي بيور استيراد، حضرتك عندك الحمام اللاحم الفرنسي البيور ده منين؟ يقول ايوه كان عندي من زمان، بينه مستوردينه من زمان. يعني حضرتك عندك حمام لحم بالختم؟ يقول لك ايوه كان عندي. طب موجود صور لنا فيديو عن الحمام؟ يقول لك لا ده كان زمان، الحمام كان عندي من زمان من 15 سنه ولا حاجه، وما عادش موجود دلوقتي الحمام اللي بالختم. طب يا اخي انت لما كان عندك حمام بالختم اكيد صورته، يعني انت حتى لو الحمام مات اللي بالختم هتكون محتفظ بالختم بتاعه كمان، تمام؟ ده لو عندك الحمام اللحم الاستيراد. دي واحد، ده واحد من الناس. واحد تاني يقول لك ايه، ايوه عندي. تقول له طيب ورينا كده صور او فيديوهات. يقول لك ايه، طب ما كل الحمام اللي عندنا حمام استيراد، حمام الفرنسي اللي عندنا كله حمام استيراد. ايوه ما اختلفناش، هو حمام استيراد، كان استيراد زمان من 20 او 25 سنه، لكن دلوقتي ما تقولش اهلي حمام استيراد، لان معنى كلمه حمام لاحم استيراد الناس بتاخدها او اللي عايز يشتري بياخدها ان هو ده اللي هو يشتريه اللي هو المستورد. طيب اعرف منين ان هو صادق او كاذب اللي عايز يبيع لي حمام استيراد ده؟ اطلب منه الختم، اطلب منه صوره الختم. الحمام ده مش شغال، ده الحمام ده اللي هو لسه شباب لسه بجهزه. اي حمام بيشتغل بسكنه في السلكات كده قبل ما يبيعه، عشان طبعا ما تختلطش السلالات. ما فيش عندي حمام ببيعه زي ما حضراتكم عارفين الا من داخل السلكات. وطبعا بمناسبة البيع يا جماعة، الناس اللي بتسأل على البيع، لسه ان انا ما بدأتش ان انا بيع، والله متوقف من زمان عن البيع، وده لمصلحة الناس اللي هي عايزة تشتري، لان الجو ما كانش مظبط، في امراض منتشرة عند الناس وعندي ناس كتير، ممكن ناس تعرفها وناس تاخد بالها منها او ناس بتاخدش بالها منها، لكن هي موجودة. فاحنا كنا موقفين البيع الفترة اللي فاتت دي كلها لمصلحة المشتري، تمام؟ انا ممكن ابيع الحمد لله، يعني الامور بدأت تتحسن، قربنا ان شاء الله. وبنشكر برضو الناس اللي هي سألت علينا، لان احنا من زمان ما عملناش فيديوهات، نشكركم جدا، واحنا تحت امركم في اي حاجة. نرجع لموضوعنا واللي هو الحمام، موضوع النصب في ان كلمة حمام لاحم فرنسي بيور استيراد. اللي انا عايز اقول لك عليه، ما تطلبش الطلب ده على الفيسبوك، لان هتلاقي كتير قوي 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 ناس عايزه تصطاد وتقول لك انا عندي الحمام اللي هو الاستيراد ده. طيب هل معنى كده ان مفيش حمام استيراد تاني غير الحمام اللي بالختم؟ لا، فيه، لكن معنى الحمام اللي بالختم يا جماعه، المعنى الحمام اللي بالختم اللي هو الحمام اللي هو الجدود، بيتسمى الجدود، ولاد الحمام اللي بالختم اللي هو جاي من الشركه نفسها بيتسمى الجيل الاول، فولاده ولاد ولاده بيتسمى الجيل الثاني وهكذا. لكن الحمام اللي احنا عندنا ده جماعة المنتشر في مصر ب400 و500 وحتى ب600، ده كله الحمام ده بقاله 20-25 سنة، فعشان كده هو قديم. طيب ايه الفرق بين القديم وبين الجديد اللي هو جيل اول وجيل ثاني وجيل ثالث وهكذا؟ يعني هقول لك حاجة، كل ما كانت الحمامة جديدة جيل اول اللي هي بنت الحمام الجد نفسها بتكون فيها ميزة البروز، عضلة الصدر، اهم ميزة اللي يتميز بها الحمام اللاحم، وسرعة التحويل، ودول اهم ميزتين. فطبعا في مزايا تانية كتير، لكن هو مش موضوعنا ان احنا نقول المواصفات، لكن انا بقول اهم المميزات اللي هي يتميز بها الحمام. ايه ده الفرق؟ طيب واحد هيقول لي طب انا، طب ما كله حمام الدبيح. ايوه يا سيدي كلها حمام الدبيح، واللي هيجيب الحمام اللي بالختم اللي هي الجدود دي بالسعر الغالي اللي هو 25000 جنيه مش هيجيبها عشان يذبحها، ده هيجيبها عشان هي جدود يكون منها قطيع، وبعد كده يبقى يبيع منه سلالات، ده هيبيع سلالات باسعار عاليه قوي. وانت عشان تشتري من حد عنده حمام بالختم ده هيكون غالي جدا، او ولاده، يعني هتكون شاري ولاده، هو شاري مثلا ب 25000 الاصل، فهيبيع لك بكام؟ توقع كده يعني، فيكون طبعا بالالفات برضه، فبسعر عالي، تمام كده؟ فمش كلها شبه بعضها يعني.
لكن هي حمامة اللي عندنا ده حمامة لحم ولا مش لحم؟ اه والله هي لحم زي ما قلت لك، بس هي السلالة بتفقد بعض مميزاتها مع الوقت، يعني ايه ما بتكونش بكامل المواصفات اللي هي الشركة عملتها بيها بعد سنين كتيرة طبعا، لان هي في الاساس كانت حمامة مهجنة زي ما اتفقنا. فطبعا الموضوع مع الوقت ان السلالة بتفقد بعض مميزاتها يعني بالختم، لانها مكلفه جدا زي ما قلنا، وان هي ممكن الناس اللي في الكويت مش هيبيعوا الحمامه اللي بالختم، فهو جايب عدد قليل لنفسه فمش هيبيعها يعني. ما تنساش الكلام اللي انا قلته لك ان مفيش في مصر كلها غير اربع اصوص بس الحمام اللي بختم الشركه الفرنسيه، واللي بيبيع من ولاد ولادهم، ما بيبيعلكش برضه من انتاجهم المباشر. اذا كان هيبيعلك من انتاجهم المباشر ده هيكون غالي جدا، فتبقى متوقع وعارف كويس قوي، لان الاصل بختم الشركه الفرنسيه زي ما قلت لك كمان مره بيتكلف حوالي 25000 دلوقتي، فطبعا ما حدش هيبيعه تمام ولا حدش هيشتري. فانت مش اي حد يقول لك، مش اي حد يقول لك بكررها تاني، انا عندي حمام استيراد تصدقه، ارجع لنا واحنا نقول لك، خليه يبعت لك فيديو واحنا نقول لك فعلا كان ده عنده بختم الشركة الفرنسية ولا واحد عايز ياكل عيش يعني في بسبب الكلمة دي. ده اللي احنا عايزين نوصله لك. طب هل حاجة أخيرة بقى، هل الحمام اللحم اللي عندنا ده يعني سيء طالما الناس كلها بتجري على كلمة حمام استيراد حمام استيراد؟ لا والله الحمام اللي عندنا مش وحش، والناس اللي خدت منه جربت، طالما ان انت هتاكل منه، انت هتربي وتذبح من ولاده، هتحس بفرق فعلا، هتحس بفرق في التربيه. يعني انت مثلا لو كنت بتربي بلدي هو احسن من البلدي، طبعا الزاجل احسن من البلدي، احنا قلنا الكلام ده 100 مره، الزاجل حجمه اكبر من البلدي، اللحم حجمه، اللحم اللي عندنا انا بقول لك اللحم اللي عندنا حجمه اكبر، اللحم اللي عندنا حجمه اكبر من الزاجل برضه بشويه، خلاص. فالحكايه كده يعني ما تاخدهاش بالحكايه بالتسلسل، حد يقول لك لا ده اللحم ده يعني الحمامه كيلو، لا هي الحكايه ما هيش كده، الوزن اللي بيزيد زياده عن اللازم ده مش لحم، ده ممكن يكون كنج او يكون متهجن او يكون متهجن مثلا ايه كنج على رومي، كنج على لحم عشان يوصل بحجم عالي، بس ما تنفعش بقى تسميها دي لحم بقى، خلاص خرجت كده من سلالة اللحم الفرنسي البيور، اللحم الفرنسي البيور يبقى ذكر لحم وانتهى لحم، ما ينفعش تركب حاجة على حاجة وتقول عليه بيور، خلاص كده ما بقاش بيور، فهو تهجينة كده. اتكلمنا تقريبا في معظم الحاجات اللي تهم الناس اللي هي عايزة تشتري حمام لحم، يهمنا في البداية وفي النهاية حضرتك اللي متابعنا انك ما يتنصبش عليك من الناس اللي بتبيع او الناس اللي بتبيع على الفيسبوك او الناس اللي بتشتري من على الفيسبوك، ما بلاش حد ينصب عليك، مش بقول كده عشان انا ما عنديش كتير، الناس والله بتطلب مني من شهور وانا مخرجتش حمامة واحدة من كام شهر، فانا مش ملهوف على البيع ولا حاجة ولسه ما عرضناش حاجة للبيع، بس انا يهمني حضرتك انك ما يتنصبش عليه. بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.